يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي قراءة الإمام أبي جعفر من القراء العشرة: كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهو تارة بالغيب وتارة بالخطاب، فالله سبحانه وتعالى خاطب أولي العقول، ومن لا عقل له أو من كان عقله هواه بطنه وفرجه فليس بمخاطب، وإنما الذي يخاطب أصحاب العقول. ويعني ميزة العقل أنه دائما يغلب المصلحة ويغلب النفع ولو كان آجلا، لا يغتر بعاجل الشهوات والملذات. ألا ترى إلى العاقل من بني آدم يترك الشيء الذي تشتهيه نفسه من طعام وشراب إن أدى عقله أن هذا مضر له، ولو قيل له في هذه الصحفة أو هذا الصحن الذي أمامك والذي فيه طعام شهي من لحم ورز وأشياء طيبة، لكن قيل له فيه جزء بسيط فيه سم قاتل لكن لا يعرف، وقليل جدا يعني قدر يعني أنملة، فمؤدى العقل أن يترك. أقول لا، وهذا الذي يميز بين العقل وبين غير العقل. العقل يقول لا، أنا طالما فيه هذه الخطورة لا أكله وأصبر، وغير العقل لا، يقول الخطر هنا شبه منعدم لأنه قليل جدا. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى خاطب عباده أن يتوقفوا عند آياته ويتدبروا. ما معنى التدبر والتوقف؟ مثلا كنت يوم من الأيام جالس بعد صلاة الفجر، أعطي كلمة موعظة وطال بنا الكلام حتى أشرقت الشمس و يعني طلع شعاعها من الشباك وضرب الجدران وكذا، والناس كما تعرف جالس، الذي كسل والذي نام وغفى إلى آخره. فأردت أن أوقظ الهمم، قلت: أسمعتم عن آية عجيبة وقعت اليوم؟ آية كونية عجيبة ما سمعتم به؟ فالكل انتبه والكل انتظر، يريد أن يتعرف على هذه الآية العجيبة ويريد أن قلت: سبحان الله، أو ما سمعتم الحدث العظيم الذي حدث اليوم؟ ونوعت الكلام حول هذا يعني. فاستفاق الكل وانتظر الكل من خبر يأتي من العجائب. فلما لم يعلموا ولم يجيبوا بشيء قلت: هذا الحدث الذي ترون الآن. جلسنا حين جلسنا والدنيا كلها مظلمة ونحن في غلس، وما كان أحدنا يرى الآخر إلا بصعوبة، ولم تكن المكان لم يكن في إضاءة، في إضاءة. والآن ترون هذا الضياء، أوليست هذه آية عجيبة، آية كونية خطيرة عجيبة؟ ولكن ما الذي جعل هذا الأمر عاديا أمامك؟ الاعتياد، اعتاد على اعتاد الشمس. فالاعتياد على آيات الله وعلى نعمه أخرجته من حيز الآيات والتدبر إلى العادات والمألوفات. سبحان الله. فهنا القرآن يخاطبك: توقف، لا تتجاوز. أنا كنت صادقا حين قلت آية من آيات الله، أن الله قد قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وفي آية أخرى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فمن منا يتفكر
عجيب منك تقول لصاحبك أراك غدا، وما معنى غدا؟ أشوفك اليوم، نحن الآن في وقت الآن، أقول لك أشوفك في المساء، ما هو المساء؟ أشوفك بالليل، ما معنى الليل؟ هنا تتم آيات عجيبة، هنا التدبر الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وعمدا كرر الله تعالى في كتابه كثير من المرات مسألة اختلاف الليل والنهار، وأنها آية من آيات الله العجيبة. وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل إلى آخر. نعم. الحديث عن هذا التدبر الجميل الذي يذهب بنا إلى الفكرة التي من أجلها أنزل هذا القرآن، والأصل الذي من أجله أنزل هذا القرآن، أن يتدبر الإنسان فيتحقق عظمة الله سبحانه وتعالى في آياته. هذه الآية أيضا التي قرأناها قبل قليل شيخ عبد الرشيد، كتاب أنزلناه إليك مبارك، كأنه يشير رب العزة سبحانه وتعالى إلى أن البركة في أصلها وفي عينها وفي أساسها في هذا القرآن الكريم. ما هو وما هي أوجه البركة في القرآن؟ والله لو أذنت لي، أنا لم أشبع من الكلام يعني عن التدبر، أخذتني من التدبر إلى البركة. لنا هو أصل شيخ أيضا كذلك، حتى الله. نتحصل هذه البركة، بركة التدبر أيضا. الله أكبر. أي نعم، يعني من بركة القرآن على العبد أن يتدبر وأن يتوقف وأن تأخذه هذه الآيات إلى الله سبحانه وتعالى، وتحول طريقه من نار جهنم إلى الجنة، كما يحكى عن الفضيل بن عياض رحمه الله. عجيب هذا الرجل العلم المشهور الذي جمع بين العلم والزهد والتقى، يقال أنه كان سارقا وكان قاطعا للطريق، وكان في ليلتها يتسور الجدران، فإذ به يسمع قارئا يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقال رحمه الله: قد آن والله يا ربي، قد آن والله يا ربي. وخرج من هذا المكان هائما على وجهه، كما يقال إلى خربة، إلى مكان يعني كأنه يعني سائحا بنفسه ذاهبا عن الدنيا وما فيها. فإذ به الله، لكي تتم توبته، إذ به يلتقي بجماعة مجتمعين يتشاورون هل يكملون الطريق أم لا. فقال بعضهم: الطريق فيه الفضيل بن عياض ذاك القاطع يقطع علينا، فالأحسن أب. فقال: وهذه كذلك آية من آيات الله سبحانه ساقني الله. فهذه كم من البركة يا الله على الفضيل عند سماعه وتدبره لهذه الآية، فجعلته يتحول من ذاك السارق القاطع للطريق الذي يجعل جماعة من المسلمين يتركون السفر بالليل خوفا منه، فإذ به يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويكون رأس التائبين، وينتشر خبره وإلى يومك هذا. بركات القرآن في كل شيء، في تدبره، في التوقف عند آياته، في تلاوته، في حفاظته للإنسان. يعني ما من شيء في القرآن إلا وهو مبارك، حتى إنه كما هو معروف يحكى ويكتب ويتداول في كتب مناقب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أنه قال: إني رأيت الله عز وجل في المنام 99 مرة، ولو رأيته 100 لأسألنه. فرآه في 100 فقال: أي ربي، بما يتقرب إليك عبادك؟ قال: بكلامي يا أحمد. قال: أبي فهم أم بغير فهم؟ قال: بفهم أم بغير فهم. هو
هو موجود في كتاب مناقب الإمام أحمد، يعني ومشهور هذه القصة، وتداولها كثير من الأئمة يعني، بفهم أو بغير فهم. فالقرآن مبارك في لفظه، في تلاوته، في القيام به، في كل شيء من القرآن جعله الله تعالى مباركا. ويكفيك بركة له أنه كلام الله، وأنه خرج من فم المبارك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أفواه المشايخ المتقنين أهل الله وخاصته إلى أن وصل إليك. أسأل الله أن يرزقنا بركة القرآن، إحياء الأرض الموات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يحييها بعد موتها ويخرج من ثمرتها وبركتها ورزقها. ثم يأتي أيضا رب العزة سبحانه وتعالى مشبها للقرآن الكريم بمثل هذه بمثل هذا الخير الذي ينزله الله عز وجل على الأرض فتخرج بركته، وكأن هذا القرآن إذا نزع على الإنسان غيره وبدله. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ سبحان الله، يعني هذه الآية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، جاءت مباشرة بعد قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وإليه أشار يعني المتدبرون لكتاب الله عز وجل أن هذه الآية ما عنت إلا القلوب يعني، سبحان الله. أما إحياء الأرض فهي مسألة معروفة، فإقحامها في هذه الآيات التي فيها هذا التدبر القصد منها أن الله تعالى يضرب لك المثل، كما أن الأرض الميتة القاحلة التي يعني تضر الناظرين ولا تسرهم لما ينزل عليها المطر تتحول إلى شيء آخر، تحيا بحشبها وجمالها وبهائها ومنظرها. فكذلك القلب القاسي البعيد عن الله عز وجل المعدوم من كل خير، يعني أبغض شيء عند الله هو القلب القاسي بعيد عن الله. وقسوة القلوب ضرب الله لها الأمثال حين خاطب أهل الكتاب فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم استثنى من الحجارة فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وهذا مشاهد، يقال أنه في ذرى الجبال يتدحرج حجر كبير بدون سبب من أعلاه إلى الأرض، وهذا من ما هبط من خشية الله سبحانه وتعالى. فالحجارة هكذا شأنها. أما أنتم المخاطبون بهذا الخطاب قست قلوبكم أشد من الحجارة. فأبغض شيء عند الله القلب القاسي، يلين ذلك القلب بتذكره لكلام الله عز وجل. ويكفيك هذا يعني حال الصحابة رضي الله عنهم، سبحان الله، يعني دقائق قبل قليل كانوا أقسى الناس قلوبا وإذ بهم يتحولوا إلى ألين الناس قلوبا، وإذ بما لما يتلى عليهم كتاب الله يبكون. أتذكر هؤلاء النفر الستة الأنصار الذين جمعهم حظهم السعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء عند العقبة، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم ما كان يعرض على القبائل الآخرين، فقالوا: لعله هو النبي الذي تتوعدنا به يهود أنه قد آن وقته، ألا أسمعتنا شيئا يا قرشي مما أنزل الله عليك؟
فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أواخر سورة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، إلى آخر الآيات المزلزلة للقلوب التي تتكلم عن الآخرة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فأخبت القوم وبكوا، تحولت قلوب، يا سبحان الله، تحولوا إلى شيء آخر. فجاءهم جاء العباس، والعباس رضي الله عنه إذ ذاك كان على دين قومه ظاهرا وفي باطنه خير يعني، فيتحسس النبي صلى الله عليه وسلم ويبحث عنه فوجدهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، يا عم هؤلاء أهل يثرب وعدوني أنهم يأخذوني إلى بلادهم، فنزل إليهم، فصار حوار عجيب بينه وبينه. قال لهم أنتم تريدون أن تأخذوا هذا الفتى، إنه ابن أخي وأحب الناس إلي، وإن جيرانكم اليهود واليهود أعداء له، وما أتى به يجعله عداوة بينه وبين الآخرين بين العرب كلهم، فإذا أنتم تتركونه غدا فمن الآن فاتركوه فهو في مأمن مع قومه، ولن أترككم تأخذونه إلا بأخذ ميثاق بيني وبينكم وعهد. يعني تكلم معهم كلام شديد، فأنا أتعجب كيف تحول القوم قبل قليل مشركين، يعني قساة القلوب جفاة الكلام، إذ بهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أو تأذن لنا أن نجيب عمك غير مخشنين صدرك ولا متعرضين لما تكره، فيقول لهم أجيبوه غير متهمين. وقيل إن النبي قال غير متهمين أنه كان يعرف الخير الذي في قلب العباس رضي الله عنه. فوجهوا الكلام إلى رسول الله، قال إنك يا رسول الله أتيت بدعوة متجهمة على الناس، وإنك دعوتنا إلى خصال ثلاث مكروه على الناس إلا من عزم الله له الرشد وهداه إلى الطريق المستقيم، دعوتنا ونحن على دين عليه آباؤنا وأجدادنا وقبائلنا أن نتركه في لحظة واحدة فتركناه، وتلك مرتبة صعبة، هذه واحدة، ودعوتنا ونحن بيننا وبين الناس مواثيق وعهود أن نعادي جميع الناس بسببك وقد فعلنا ذلك، ودعوتنا إلى الخصلة الثالثة العجيبة وهي أنك تأتينا ونحن قوم لنا عزة وشرف ومكان فنجعلك رئيسا لنا. أنت مهاجر، سبحان الله، يعني أخرجك قومك نأخذك ليس إيواء لك، لا بل نجعلك رئيسا لنا، أنت الذي تأمرنا وتنهانا، وتلك مرتبة صعبة مكروهة على النفس إلا من عزم الله. فلما انتهوا مع رسول الله كلموا ابن العباس وقالوا أما أنت يا هذا والله أعلم بما تقصد من قولك، ذكرت أنه ابن أخيك وأحب الناس إليك، ونحن نخبرك أننا قاطعنا الناس وعديناهم كلهم لأننا نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب، وأن ما أتى به هو من عند الله، أما ما ذكرته من أن لا تتركه إلا بميثاق فتلك خصلة لا نردها على أحد أرادها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتب ما شئت وخذ يا رسول الله ما شئت من اشتراط فنحن نأخذك إلى ديارنا. القصد، انظر إلى هذه البركة العظيمة، كيف أن الله سبحانه وتعالى أحيا قلبا كان ميتا، يعني كانوا مشركين، وإذ بهم يتحولون إلى هذا الأدب الجم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من البركات المضيعة شيخ عبد الرشيد، نعم، وما يتركه الإنسان من تركه للورد اليومي للقرآن،
يعني نشاهد بعض الناس ربما ارتباطه بالقرآن الكريم إنما هو ارتباط موسمي، صلى الله عز وجل لا يجعلنا منهم ولا يجعل المشاهدين والسامعين منهم، آمين. هو ارتباط موسمي إنما يرتبط به في القرآن الكريم، فإذا انقضى القرآن، فإذا انقضى رمضان لم يقرأ القرآن إلا في صلاته. دعنا نتحدث عن الورد اليومي وأثره في حصول البركة على المسلم واستشعاره لهذه البركة. طبعا آيات وأحاديث وحكم من أئمة سابقين كثيرة جدا، ولكن يحضرني وحضرني فجأة كلام والدي علامة الشيخ المقرئ علي بن عبد الرحمن المشهور بالصوفي رحمة الله عليه، كان كتب لأخي الكبير وكان في السعودية، فكتب له رسالة، فمن ضمن ما كتب له قال له: واعلم يا بني أنه لا يهجر القرآن إلا من هان على الله. واعلم يا بني أنه لا يهجر القرآن إلا من هان على الله. تريد أن تعرف مقامك عند الله تعالى وقيمتك عنده، فانظر القرآن في حياتك. إن الله سبحانه وتعالى جعلك مرتبطا بكتابه، لا يمر عليك ليلك ونهارك إلا وأنت مصاحبا له تلاوة، تدبرا، قراءة، وردا، فاعلم أنك شيء عند الله. الله سبحانه وتعالى يعني يحبك، والله سبحانه وتعالى جعلك يعني محفوظا بعنايته وبكرمه. من الذي يهجر القرآن ويتركه؟ الذي هان على الله، الذي لا يبالي الله به. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. المهم أيها الإخوة الكرام، أنتهز هذه الفرصة، أحرض نفسي وخصوصا من كان له مع القرآن شأن، إما حفظا سابقا وإما كذا، الأساس في القرآن هو هذا الورد لا تتركه. لو كان يسع أحدا أن يترك الورد من القرآن لوسع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا نعلم كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا لا يتركه. في السنن أنه لما أسلم ثقيف وضرب لهم خيمة عند المسجد، يقول أحدهم: فكان يأتينا الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد العشاء فيطيل القيامة حتى إنه لا يراوح ما بين قدميه في الدعوة إلى الله، يكلمهم، يعني لا يجلس إنما يقف على الخيمة يكلمهم، فمن شدة قيامه يراوح بين رجليه. قال: فأبطأ علينا ذات ليلة، فقلنا: يا رسول الله أبطأت علينا الليل. قال: إنه طرأ علي وردي من القرآن فكرهت أن آتيكم حتى أتمه. من هو؟ رسول الله الذي أنزل الله القرآن على قلبه. وما شغله؟ تقوله دعوة إلى الله، وكله خير في خير. يعني هذا أنا أقول دائما لمن يدعي من بعض المنشغلين بأعمال القرآن كالتحفيظ وكذا، أنه خلاص أنا في القرآن. لا، لا يكفيك هذا التعليم وهذا التدريس والحلقات التي أنت فيها، شيء آخر، والورد شيء آخر. لابد أن يكون لك ورد يومي تقرأه من القرآن. أنا لما رجعت من دراستي في الأزهر زمان أتيت إلى الصومال عند الوالد، سألني: كم وردك من القرآن؟ قلت: في كل أسبوع، وأنا أقرأ في كل أسبوع، يعني أختم في كل أسبوع. فظننت أنه سيمدحني ولا سيثني علي، فإذ به ينهرني. تقول لي: عجيب، أسبوع؟ يقول: أتعرف ما تعني من كلامك؟ قلت: ماذا؟ قال: تغيب عنك كل آية أسبوع، يعني كل آية من القرآن تغيب عنك أسبوع لا تراها إلا في الأسبوع، إلا يوم واحد، إلا مرة واحدة. وما الذي أشغلك؟ عندك عيال، عندك زوجات، عندك كذا، ما الذي تفعله هناك؟ أنا أرسلتك تتعلم القرآن. فكان عجبا، فكأنه كان يريد مني أن أكون مثل ورده. كان ورده 3 أيام، كل 3 أيام يختم كل 3 أيام يختم، لا يتركه لا في سفر ولا في حضر ولا في أي مكان.
ومن عجيب ما اتفق أيضا أنه مر على القاهرة وهو في طريقه إلى الصومال جاي من إيطاليا، كان عنده رحلة علاج. وذاك الوقت ما في لا جوالات ولا رسائل ولا أي شيء، يعني ما أعرف. أنا في عليك فجأة يعني. أنا في في مكان اسمه مدينة البعوث الإسلامية فيها الطلاب، فإذ بالبواب يأتيني يقول لي في سيارة حق السفارة منتظر. الوالد جاء واستقبلته السفارة ونزلوه في فندق، عنده ترانزيت 3-4 ساعات، أنزلوه في فندق ويواصل إلى البلاد يعني، وأنا لا أعلم ذلك. فاستغربت وركبت السيارة وجيت عند الفندق وإذ بالوالد جالس. سبحان الله، مش متوقع. المهم القصة وإيرادها هنا أنني بدأت معه يعني أحكي معه كيف الأحوال وكيف فلان، فلما رآني أنني أسترسل في الكلام وأسأل عن فلان وأسأل عنه، قال اسمع أنا دعوتك هنا أعطيك شيء من المال، أعطاني $200 أذكر، أعطاني $200، أعطيك شيء من المال تستعين به على دراستك وعلى تعليم، أما أن تشغلني عن وردي فلا، تجلس تقرأ معي لا إله إلا الله أو تذهب إلى والعهد به بعيد يعني. بعيد يعني سبحان قرابة سنة ما رأيته ولا راني. والله قلت له لا أنا أقرأ معك، وبدأنا نقرأ كم جزء إلى أن حان وقت الطيارة وذهب وأنا ذهب. فهذا الكلام أنا أوردته، أنا لا أحكي لكم عن قصة من القصص السلف الصالحين السابقين رحمة الله يعني. عن والدي رحمة الله عليه الذي أدركته وكيف كان يعني. وهكذا فأنا أوجه هذه الرسالة من خلال هذا المنبر لإخواني، ألا نترك ورد القرآن، من جمع الله القرآن في قلبه فلا أقل من 3 أجزاء 10 أيام. أنت حافظ لكتاب الله 10 أيام أقل القليل، أقل نسبة، والأسبوع أفضل، أن تختم في كل أسبوع مرة أفضل. وناهيك بما ذكرت لك يعني، تختم في كل أسبوع يعني كل آية منها تغيب عنك أسبوع، ما تشوفها إلا بالأسبوع مرة زين. ولكن بركة القرآن الحمد لله يعني أسبوع شيء طيب جدا. وإذا كان هذا صعب عليك يعني، هي 4 أجزاء وشوية يعني ساعة وقليل يعني 24 ساعة، خذ ساعة ونصف للقرآن وخذ الباقي لحاجاتك أنت ونومك وأكلك وشربك. فإذا أبيت إلا أن تقرأ 3 أجزاء فتختم في كل 10 أيام، والله يا إخوانا يعني بركة الورد القرآني مشاهدة. يا الذي يتخذ وردا من القرآن لا يتركه، ويجعلها على نفسه كالصلاة المفروضة. أرأيتم أحد يترك الصلاة؟ يعني الصلاة المفروضة حتى لو نسيتها أو نمت عنها تقضيها. فكذلك يكون وردك من القرآن لو انشغلت بشيء ما. يعني أنا حقيقة بعض المرات للفائدة يجوز البوح ببعض الأسرار عن الشيخ. الله يبارك فيك شيخنا. نعم صحيح. شحذ الهمم. أي والله يعني أنا يعني أحب ألتزم بكل أسبوع يعني، أقل القليل الذي تركني عليه الوالد رحمة الله عليه. فيأتي بعض المرات نهاية الأسبوع مثلا يوم الخميس بالليل لازم أنا أختم زين، يأتي وقد تراكم علي بسبب انشغال، كان شغالنا بعض المسابقات أو كذا، فأجد نفسي في ليلة أريد أن أختم علي أن أقرأ ممكن 15 جزء، فلا أذوق هذه الليلة نوما أبدا، لا بد أن أختم، ولا بد أن تطلع علي شمس يوم الجمعة وقد ختمت. فتجعل على نفسك عزيمة لا تتركه، إن فعلت هذا والله لتجدن بركة القرآن تعمك أنت وأهلك ومن حولك، والله يرزقني وإياكم إن شاء الله. اللهم أمين. أيضا من البركات شيخنا التي تحيط بصاحب القرآن وبتالي القرآن، البركة التي يتحصلها الإنسان في قيامه لليل، وهو
هذا الوقت والميعاد الذي يكون بين العبد وبين ربه في اللحظات التي لا يرقب فيها أحد، لا يرقب فيها إلا الله عز وجل. حدثنا عن هذه البركة في هذا الوقت في قيام الليل. لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعني قرن بين قيام الليل وتلاوة القرآن، فقال ربنا سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. قائما يتلو القرآن. في آية أخرى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فقراءة القرآن كما قال العلماء أفضل أوقاتها، ويعني أبركها وأحسنها وأجملها وأكملها عند القيام، أن تقوم لله تعالى في ظلمة الليل. إن الله سبحانه وتعالى جعل في قيام الليل بركة في حياة الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح غاية الوضوح أن الإنسان الذي يقوم الليل يصبح في صبيحته سعيدا طيب النفس، والذي لا يقوم الليل يصبح خبيث النفس كسلان. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن هذا الحديث أورده جميع الأئمة في باب قيام الليل. بعض الناس يظنون أن في صلاة الفجر، لا، في باب قيام الليل. قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. قال: فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقده، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. وأنت قارن بين هذا، لماذا ضاقت نفوس الناس، ولماذا العلاك على كل أنف إنسان الغضب والسخط، لماذا؟ لأنه يصبح خبيث النفس كسلا. الإنسان يصبح خبيث النفس كسلا إن هو ما قام. صحيح أن القيام ليس فرضا، ولكن من فوائده أن تريد تصبح نشيط سعيد طيب، وهذا ليس بمشروط أن تكون ذا مال وفلوس ووفرة وسيارة وشارة لا لا، بهذا العمل البسيط. ولو كنت أفقر الناس، ولو كنت يعني تعيشا، ولو حالتك، ولو لم تجد عشاء ولا غداء، ولكنك قمت الليلة وتوضأت وصليت، تصبح طيب النفس نشيطا، جمع الله لك سعادة ذلك اليوم كله. فكأن اليوم وما فيه كله ونشاطك وسعادتك وهناؤك مرتبط بقيامك بالليل. والقيام يلزم منه أن تقوم الليل فتقرأ آيات الله سبحانه وتعالى. وإني أنتهز الفرصة ونحن مقبلون على شهر رمضان أو في شهر رمضان، شهر رمضان من بركاته على هذه الأمة أن الله سهل فيه القيام، والإنسان ابن البيئة. ألا ترى إلى الصيام في غير شهر رمضان كم يصعب على الإنسان، لأن البيئة لا تساعده. وكذلك القيام، تراوح شيء طبيعي، مع أنه قيام الليل. لماذا؟ لأن الناس كلهم يصلون تراويح، فصار سهلا. فالمطلوب منك، وقد ساعدك الله ويعني أزاح عنك مردة الشياطين ويسر لك الطريق وسهل لك الأمر، أن تزيد شيئا من مجاهدة النفس. وما هو؟ تقوم قياما تتعب به نفسك، لا تبحث عن إمام مخفف بقصار السور يركع ويسجد وكذا والمؤدى أنك أنت خلاص صليت، لا، تقوم إما بنفسك وإما وراء إمام، يعني تتعب لله جسدك،
جسدك؟ كم حق الله عليك الذي أعطاك العظم واللحم والشحم والصحة والعافية وجعلك تقوم وتقعد وتنام وتستيقظ؟ أو ليس من حقه عليك أن تتعب له جسدك شيئا قليلا؟ قم لله عز وجل ساعة ساعتين بين يديه. طيب وفين أنت من أولئك الذين كانت تتفطر أقدامهم؟ الله أكبر. وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى وهم أقرب الناس إليك وهم أدخل الناس صلوات الله وسلامه رسول الله وأصحابه. طيب أولا ترغبون فيما كانوا يرغبون؟ أولا تحبوا فيما كانوا يحبون؟ فنقتدي بهم ولو في السنة شهرا، هذا الشهر نقف لله ونلتمس من الله تعالى أن يرزقنا ببركة هذا الشهر وببركة هذا القيام مواصلة القيام. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به، ما قالوا من ليالي رمضان، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. العجيب أنه يحكى عن بعض سلف الصالحين قال منذ 40 سنة وما غمني ولا همني إلا طلوع الفجر. يا الله يا الله. قالوا لماذا؟ قال لأنه يخضع عني لذة المناجاة. سبحان لذة المناجاة. تصور أنت الفجر تهتم به وتغتم به لأنه يخضع عليك لذة النوم، وذاك يخضع عنه لذة المناجاة بين يدي الله. يقول منذ 40 سنة ما غمني ولا همني إلا طلوع الفجر. وحقا حين قالوا وصدقوا حين قالوا لو يعلم الملوك ما نحن عليه من لذة المناجاة بين يدي الله لقاتلونا بالسيوف حتى يستلبوه منا، ولكن الله أخفى عنهم. كما قالت الجارية، واحد راح واشترى جارية، زمان كان الناس يشترون، فقامت الليل يقول كلما نظر فإذا بها قائمة راكعة ساجدة، فأيقظتني فاستثاقلت في النوم، ثم وقت السحر قالت أي عبد سوء أنت، قم لله. قال فقمت مستحيا منها، هكذا مكتوب. قال فسمعتها وهي ساجدة تقول اللهم بحبك لي فاغفر لي. يقول فسألتها بعدما انتهت من الصلاة ومن أدراك أن الله يحبك؟ يعني أنت ممكن تقول اللهم بحبي لك اغفر لي، لكن بحبك لي فاغفر لي، من أدراك أنه يحبك؟ أيوحى إليك؟ قالت لا، ومن لا يدريني أنه يحبني وقد أباح لي طول الليل مناجاته وأنامك أنت وأمثالك. لا إله إلا الله. أنامك أنت وأمثالك وأباح لي أنا طول الليل مناجاته. فانظر إلى الفرق بين عبد وفقه الله، أباح له، أذن له أن يناجيه طول الليل. والناس إنما يعرفون الأمور بالأمثال. واحد مرة قال شيخ طبعا أنت تطول وكذا، يعني وكان هو شغال التقينا يعني وزارة الداخلية أو الجوزاء. قلت له لو دعاك وزير الداخلية ساعة 12 بالليل تروح؟ قال والله أروح. قلت طيب لو جيت عنده ما في كرسي عنده قدام الباب وقالوا لك انتظر نصف ساعة، تنتظر ولا؟ قال والله والله انتظر. قلت طيب لو كان الذي يدعوك الأمير ساعة 2 بالليل أي والله أروح. وهكذا. قلت من أمير ومن وزير؟ الآن بين يدي من بيده نواصي الملوك كلهم والعالم كله بيده وبيده الدنيا والآخرة، أباح لك، أذن لك، أكرمك حين أتاح لك فرصة القيام بين يدي، وأن تقول أنت طولت على طول إيش؟ فالرجل والله ما أدري إن كان يتسع الوقت. تفضل. ذكر لي قصة عجيبة قال أنا كنت والله بذكر لك قصتي. قال كنت أنا على كنت أدرس في مصر لدورة هناك، وكنت طالب موعد مع الوزير. قال بكرة عندي امتحان في الجامعة اللي أنا هنا، واتصلوا علي الصباح ظهرا
قالوا لي بكرة الساعة 8 صباحا عندك موعد الوزير. قلت أنا عندي. قالوا لا بس هذا الموعد. قال والله ما ركبت طيارة وتركت الامتحان وركبت الطيارة ما وجدت إلا الدرجة الأولى وأخذتها وجيت، ولما جيت طابور طويل، ما يعني ما نمت، يقول ما نمت لأن وصلت الساعة 1 بالليل وكذا، وجلست خوفا من هذا الموعد. قال والله ما نمت وجيت. وبعدين ذكر قصة عجيبة، يقول إنه لما جاء دوري كنت أنا 20 ولا ما أدري، قال خلاص الموعد اليوم. صحت قال ما يصير، أنا تركت الامتحان وبسافر اليوم لأن بكرة عندي امتحان. المهم قال فرحموني وأدخلوني. فأنا سألت قلت هل ممكن أعرف إيش كان؟ قال نجمة كنت أريد. فالذي يريد الرفعة من ربه سبحانه وتعالى ألا يهون عليه أن يقوم بين يديه؟ الله يرزقنا اليقين يا رب. شيخنا نطمع في أن يكون ختام هذه الجلسة الجميلة معك مع القرآن أن تختم بتلاوة عطرة. نعم نعم. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. نفع الله بك شيخ. بارك الله فيك. جزاكم الله كل خير. آمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخ. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتدبرين لكتابه القائمين بحقوقه.